امام قرواني شي روايه نقل كرام دابا حدثني عثمان بن محمد قال قال لي عبيد الله بن يحيى حدثني عثمان بن سواد بن عباد عن حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه نرفع ايدينا في بدء الصلاه وفي داخل الصلاه عند الركوع فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ترك رفع اليدين في داخل الصلاة عند الركوع وثبت على رفع اليدين في بدء الصلاة. مصلى خدم